إنه إشكال يدور بين موظف في مستشفى الكارنتين الحكومي وأهل الطفلة خديجة ظاهر بعدما رفض المستشفى استقبال الطفلة على الرغم من حجز مكان لها. الحليب الأحمر ما بينقلوا إذا ما بنقلع من مستشفى لمستشفى إلا ما يكون في حجز. يعني أكدتوا في حجز؟ أكيد لكن أكيد ولا ما بدهم يستقبلوه؟ ما بعرف. خديجة وبعد 4 أيام من تلقيها العلاج في مستشفى المظلوم طلب طبيبها المعالج نقلها إلى الكارنتينا لحاجتها إلى عناية خاصة متوفرة هناك، غير أن الطفلة بقيت تنتظر في أروقة المستشفى أكثر من 4 ساعات بعدما رفض مستشفى الكارنتينا استقبالها بذريعة عدم إعلامهم بأنها مصابة بالسل. حكينا مع الصحة فآخر شيء قالوا لنا في مجال بالكارنتينا وبس بكل لبنان. نسقوا مع بعض هني مستشفيتين، وبالتالي على أساس نحن أكدنا 100% أنه مستشفى الكارنتينا بدها تستقبلي. وصلنا لهون تفاجأنا أجفي ما حدا بيعرف. وصلت حروزة 42 وما عطونا لا تحميلي ولا دواء شيء. إنه رحنا دفعنا مصوري، رحنا جبنا دواء من برا وجينا حطيناه للتحميلي لأن نزلت حرورتين. بعد وصول كاميرا الجديد لتوثيق المخالفة بات هناك مكان جاهز لاستقبال الطفلة وأعدت الغرفة العازلة بسرعة خيالية. يعني كل شغلة المتصل بالجديد يعني الجديد صار مع الله بتحكم لك أمين. طبيب وزارة الصحة أكد متابعة القضية والجديد ستتابع المعالجة الرسمية لها، فنصف علاجات المرضى يبدو أنه لا ينجز إلا تحت مراقبة الكاميرا. ليال بوموسى، قناة الجديد.